أيها الحضور الكريم، مساء الثقافة والأدب والفنون، أرحب بكم باسمي وباسم المنتدى الثقافي في ديربون، أحد ثمار المركز الثقافي العربي الأمريكي للثقافة والفنون، في ملتقى شهر الثامن بعد أن فارقناكم الشهر الماضي لأسباب لبنانية لوجستية. إن شاء الله في هذا الملتقى سنكون مع محاضرة للأستاذ مصطفى العمري، وسوف نعود للموسيقى والجمال مع الأستاذ نشوان فاضل والأستاذ خالد قمر، وسوف تسمعون أشعارا باللغة العربية واللهجة العراقية من أستاذنا أستاذ جابر الشكبشي، فإن شاء الله تقضون معنا وقتا مفيدا وممتعا. لعل تغيير بسيط سوف يصبح في الجدول المكتوب في الإعلان، لكن كل فقرات إن شاء الله موجودة. سوف نبدأ بمقطوعة موسيقية نفتتح فيها هذا اللقاء مع الأستاذ نشوان فاضل، نشوان فاضل هو عازف للعود، فنان عراقي تعلم على يد والديه في سن العاشرة، ودرس الفنون الموسيقية في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد لأربع سنوات، وتخصص في آلة العود، وتتلمذ على يده الأستاذ معتز محمد صالح، له مشاركات عديدة في العزف الانفرادي والجماعي، وقدم عروضا في المسارح الأمريكية والعراق، ساهم في تأسيس فرقة التخت الشرقي لولاية ميشيغان، وكذلك مجموعة صالون الفن الموسيقية التابعة لمؤسسة صالون الفن. يتميز نشوان بتمكنه من العزف على أكثر من آلة موسيقية كالكمان والبقلمة وعزف ألوان موسيقية عديدة. وسيرافقه الأستاذ خالد قمر، وهو مدير ومؤسس فرقة الأوج للمقام العراقي، واللي دور تراث وسلطنة عراقية يعرف ما معنى كلمة المقام. خريج معهد الدراسات الموسيقية، وكان من العشرة الأوائل، خريج أكاديمية الفنون الموسيقية وأستاذ مادة النظريات الموسيقية في معهد الدراسات في بغداد. شارك في مهرجانات دولية منها مهرجان جرش وبروكسل ومهرجان المدينة في تونس. قدم وشارك في الموسيقات التصويرية في الإذاعة والتلفزيون. عضو فرقة المقام مع السيدة فريدة، والسيدة فريدة من أعلام المقام العراقي، وعمل مع كبار الفنانين كالفنان حسين الأعظمي والفنان سعدون جابر وفؤاد سالم. فأستقبلهم بهذين البيتين وأقول: عن أي شعر تسألون يا راعي، وأنا خسرت بغربتي إبداعي، قد أحرقت نار المنافي نوتتي، ليظل حرفي دون ما إيقاعي. فنستمع مع الإيقاع والجمال، نبدأ بالموسيقى، ويتفضل الأستاذ نشوان والدكتور كامل، نستقبلهم بتصفيق.